كويسين يا ماما؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. العمر بإذن الله. الحمد لله. عمرنا ما بألفوا يا ربي مدرسة أنا بريت أجنبي. نعم. ما عندنا مو. رمضان لمن أميل. إن شاء الله. إن شاء الله. لتم الكتاب جاتن. إن شاء الله. مرحبا. تكامي هسه بدنا من الشجر تسفر إن شاء الله. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشحوات إلى جنات القربات. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأد حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه للمعاد. فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. ودنا يتكبراتشو يا منبر تلفزيون تاملكاتوش يهلا تكبروا يا رمضان ور سنك يهون زنت سلات اللاك ور حسابوچين من ناشاقر بات ليو يا رمضان مدرشا زيك جتاچنو كبروغرامو غار أبراناتشو منكو ايو اني عدنان رحمتونا واندم محمد حيات عبد الشكور انهونا لن اند تكتاتلون يا كبروت كبجاتشنو أهلا مامي بدكامي الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله سبحانه وتعالى بتكبروا يا سورة الفرقان لي عندنا حساب يا نسال وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا الله سبحانه وتعالى يعني بكناتنا بلليتوش مكاكل ملواوتنا درقو ودسو لملسي كجلسونا ودى الله مملسني كجلسو بنزاك أنا توشي تكام زند الله يكناتوشنا يوراتوشن ملواوت عدر رقي لنا رسول صلى الله عليه وسلم نمو بحديثاتشو طبراني لا يتزقبوا حديثاتشو من اللونال إن لربكم في أيام دهركم نفحات الله سبحانه وتعالى بأمتو كفلو تشست كسو هنا يخير نفاسو تشالو فتعرضوا لها لذاتش يخير نفاس دمو راساتشون أسمتش تاتشو راساتشون لذا نفاس لخير نفاس أزغاي تاتشو تأبكو تلونال ذاري الله سبحانه وتعالى مجد أمكو هنا سلا رمضان إننا نساسلن سلا رمضان لمن رمضان رمضان لمن أسفل لقى لمن دنو رمضان يميلون حسابنا نساسلن برنامجنا كما جمراتنا بفيتكن سلا برنامجنا أسفل لقينا تتوسنا حسابنا نساس مغري قدم بلنا لمستواك نموكرنا أهون لتبركة جاتنا إذن لا تشلن كربي وترنا ونقر رمضان نسمل كتونو سو رمضان أسفل لقينا سو أسفل لقي كهونا لرمضان زكي جترمو أسفل لقي هونا المولد سو كزان سار رمضان سيما تابجات بكا متقبلو سايون زكجيت ميفلك بمهون بالنزي زوري علي ماورات سلا رمضان كرمو ماوك نامسل نغراتو ياسفلاغي بمهوناچو نو سو كزي انصار انيام لتملكايچاچين يمناكون لرمضان مناكل اسفلاغينا مناي زكجيتوچ ماادرغالبن ميلون سلا سلا رمضان ودان سلا ماغرب اسفلاغي هونو سلا تگينيا نو اي بروگرام ان شاء الله ان شاء الله مامي عندما حبر سب سنة نساسة وإنما ما حبر سب أشن بعدك عليه سنة سو أهون يعلن بتجباج ببزو أتلاي نجاروش تكبن يعلنو بوانا النت لما يتنا من مكراب زينو تشين بسوشيال ميديا وجبست نجني يعلن عندما تكاهم على تنو فيسبوك يوستهنا وده تيك توك يمرحل تيك توك يوستنا وده باللوت يا سوشيال ميديا بلاتفورموش راساتشين إذا فيشي سيركلوستو يمدمو يمايك أمو عزوريتوست أنقاني عالن يا عزوريت دمو لسبرنا راساتشين لمن بلن مت أيكنا إذا في لنقوس مقبات سلالبن رمضان كزي كتلمد يا عزوريت منفس عطوتو عالم ملوت أبت منفسوست سو راسون اندياينا راسون اندي قنزب يمي عدر قبت تج أباج استيوستنال لمن رمضان بلاني تنسان أبت واننا مكنيات بواننا نت عند سو لنقاراتو تشعلو ديفينيشن كتا استكاكلا لنقاراتو تشعلو بوتا استكاكلا تقبابتنال عربو تشون دمينوت إذا عرف الأمر نفذ الأمر إلالو عند قداي بدم بكتاوكا لا عند قداي اللان ملكتا بدم بكتاوكا يعني قداي من سرابت أكمل يج أمريمة على مالتنا. لرمضان زجيجت كما دركنا لرمضان يتلايو قداو تشين كما فس أما تشين بفيت. رمضان من عنده هنا ما هوك على بني مسلمين.
ዋናው ኢንቴንሽናችንም ያ ሊሆን ይገባል በያስባል ከዛም ለተጨማሪ ምናልባት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለማንኛውም የሰው ልጅ በህይወቱም የሚሰጣቸው እድሎች አሉ። ሁሌም ያ ልጅነት ምንድነው የሰው ልጅ ያ እድል ያየውም ላያየውም ይችላል። ያየው ሰው እና የተረዳው ሰው ያን እድል ተጠቅሞበት ያልፋል። ያልተረዳው ሰው ግን እንደ ማንኛውም አዲ እንደሆነ ነገር ሆኖ ያልፋል። ሶ ከዛ አንፃር ረመዳንን ምን ያክል ታላቅነቱ ገና ከመግባት በፊት ታላቅነቱን ካወቅን ሶ ስለ ረመዳን ዝም ብለን ተኝተን አናሳልፈውም። ከዛ መጠቀም ያለብን ነገር ተጠቅመን ከሚያልፉ ሰዎች እንድንሆን። በተቃራኒው ደግሞ ይሄንን ሳናቅ ብንቀር ተኝተው ይሄንን ትልቅ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቅድም እንዳልከው የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንድ ኦፖርቹኒቲ ዝም ብሎ እንደማሳለፍ ሊሆን ይችላልና ሶ ከዛ አንፃር ስለ ረመዳን ቀድመን አውቀን መዘጋጀት እንዳለብን አስፈላጊነቱ ማወቅ ስላለብን ነው ይሄ ፕሮግራም። እንደ ማህበረሰብ የረመዳን ልማዶቻችንን አስተውለህ ከሆነ የተለመዱ አይነት የረመዳን ልማዶች አሉ። ማህበረሰባችን ላይ ደግሞ እንደ ግለሰብም አንዳንድ ራፍ ሪሰርቾችን ብናደርግ ረመዳንን እንዴት ነው ሰው ያሳለፈ ያለው ብለን ስንጠይቅ ጧት ከሱሁር ብንጀምር ሱሁር ይበላል። ከዛ በኋላ በጣም ጠግቦ ይበላል። ከዛ ፈጅር የሰግ መስጊድ ሄዶ የሚሰግደው ቀለማ ተጅድ በጣም ትንሽ ሰው ነው። ከዛ በኋላ እግቲናም ማድረግ ያለበትን በደንብ መጠቀም ያለበትን ከፈጅር በኋላ ያለችን ሰዓት በእንቅልፍ ያሳልፈዋል። ከዛ በኋላ በድካም እየተጫጫነ ወደ ስራው ይሄዳል። ስራው ላይ ደግሞ ስታየው በቃ እሱኮ ጾመኛ ነው እሱኮ ቀደክሞታል ተውት እየተባለ ማለት ነው። በዚህ አይነት መንፈስ ይቀጥላል። ከዛ ከዙህር በኋላ በእንቅልፍ የተሰላቸ ተመሳሳይ አዙሪቶች ውስጥ ይቀጥላል ማለት ነው። ከዛ በኋላ እነዚህ አዙሪቶች እየቀጠሉ ሙሉ 30ውን ቀን በዚሁ መንፈስ እየቀጠለ ይመጣል። ስለዚህ እኚህ ልማዶች ወይም ደግሞ የተለመዱ የአዙሪት መንፈሶች እንዲቀየሩ ስለ ረመዳን ያለን ምልከታ መስተካከል አለበት ማለት ነው። ለረመዳን ያለን ምልከታ እንዲስተካከል ደግሞ የረመዳንን ትርጉምና የረመዳንን ቦታ መረዳት አለብን። ለዛ ነው ፕሮግራማችንን ለምን ረመዳን ብለን የተነሳ ነው ማለት ነው። ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሸዕባን ወር መጨረሻ ላይ ምን ይሉ ነበር ለሰሃቦቻቸው አታኩም ሸህሩ ረመዳን ረመዳን እኮ መጣላችሁ شهر مبارك يتبارك هنا ور فرض الله عز وجل عليكم صيامه الله سبحانه وتعالى صومن قديت ادرغو باچوال تفتح فيه ابواب السماء يا سماي بروچ يكفتالو وتغلق فيه ابواب الجحيم يا جهنم بروچ يزغالو وتغل فيه مردة الشيطان يا شيطان وسوساوش دمو ይቀለላሉ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሸይጣን እንዳይወሰውስ ይይዝላቸዋል። ሊላሂ فيه ليلة خير من 1000 شهر ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደግሞ በዚህ ረመዳን ውስጥ አንዲት ሌላ አለችው خير من 1000 شهر ከአንድ ሺ ወር የተሻለች ሆነች አንዲት ሌል በዛች ውስጥ አድርጎላችኋል። ስለዚህ ምን ይያሉ ነው ረሱላህ ሰለም ራሳችሁን አዘጋጅታችሁ ለረመዳን ያላችሁን ቦታ ውስጣችሁን ፈትሻችሁ ጠብቁት ይላሉ። በሌላ ሐዲሳቸው ደግሞ ረሱላህ ሰለም አንድ ጊዜ ሚንበር ላይ ይወጡ እንደምታቀው አሚን 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 አሉ 3 ጊዜ ማለት ነው። አሚን ሰሃበተ الكرام عليهم رضوان الله اجمعين ያዋቸው ነበር እንዲ ረሱላህ ሰለም ከተለመደው የባህራቸው ውጪ 3 አሚን 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 አሉ። ምን ምንድነው ብለው ሲጠይቋቸው ረሱላህ ሰለም ከዛ አሚን ካሉበት ምክንያት መካከለ አንዱ ምንድነው رغم رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل ان يغفر له الله سبحانه وتعالى رمضانين ادرسوت رمضانين بعافية ادرسوت رمضان است كبتو الله ونجلون سايمرو يوت اسو الله كرحمته ياوت او بلوال جبريل اندزا بلو امين سيل انيم تكتيو امين الكني لالو سلازي رمضانين على متكم ረመዳንን እግቲናም አለማድረግ ይህን የኸይር ንፋስ ውስጥ ራሳችንን ለዛ ለኸይር ንፋስ አዘጋጅተን አለመጠበቅ ማለት በጣም ትልቅ ውርደትና ዱንያም ላይ አኺራም ላይ
ራሳችንን ለውጠን እንዳናልፍ ያደርገናል ማለት ነው። ስለዚህ ራሳችንን እንዳንለውጥ ያደረገን ነገር ከዝግጅት ማነስ አሊያም ደግሞ ከተለያዩ በዙሪያችን ዝግጅት ይደረጋል። ሴቶቻችን በሾርባው በተምሩ ቤት በማሰናዳት የተለያዩ ዲኮሬት በማድረግ ከተማዎቻችን ላይ መሳጅዶቻችን ላይ ነገር ግን ውስጥ ላይ የሚቀር ዝግጅት መንፈስ አለ። ውስጣችን ላይ አልተሳሰብነው ውስጣችንን እየጠየቅነው አይደለም። ስለዚህ መጠየቅ አለብን። መጠየቅ ምን ጀምረው ደግሞ ከምንድነው? ረመዳን ዝም ብሎ የወር ድርድር አይደለም። ወይም ደግሞ ከ12ቶቹ ወሮች አንድ ወር በቃ ጾም ብቻ ብለን ልንይዘው አይገባም። ውስጣችን ጋር ተዋዶ ውስጣችን ጋር እንዲዘልቅ ድረሳ የሆነ ለረመዳን የምንሰጠው ልዩ ቦታ እንዲኖር ከረመዳን ትርጉም መጀመር አለብን ማለት ነው። ለረመዳን ህይወቴ ላይ ምንድነው የረመዳንን የተጠቀሙት እክትናም ያደረጉት ታላላቆቹ ሰሃበተ الكرام እና ሰለፉን الصالح እንዴት ነው ያንን ረመዳን ሊጠቀሙ የቻሉት ብለን ስንዳስስ ለረመዳን ያላቸው ትርጉም የተስተካከለ ስለነበረ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ረመዳንን እስቲ مفهومون انجمره رمضان ترجمه من مالتنا كقوانقاوي ترجمه انجمرنا كزاقايا ايزن لمن اتشنين يفلقن انزلك علن مالتنا تفضل مامي بارك الله سو رمضان لمن اسفلقن ميلو بصفات ودوغلام فضائلو يانسان سنهيد يتلا يروسوش يانسان سنهيد بدأم بتلكت من داسسونو كن كزافيت علوموش رمضان ميلون قوانقا ويمكال كلغة أنصارنا كشريعة أنصار يايوتال رمضان ميلو وندي قالوا راسو وندي تمردا رمضان ميلو علوم عنده لغة سي أهل اللغة ميلو أصله من مطلقا من يلالو إمساك نو يلالو إمساك مالت بقى زم مالت على إمساك ميل الكلام اللي هنشتغل أو حركات اللي هنشتغل كمن نجرم كمن كساكسم كمن بلاتم كمن من نجر تقوتبو زم مالت قالوا راسو رمضان مالت قالوا السنه الهلال الامساك تنو بالاطلاق سيتاي مالت اين القران لاي ببوزو اياتوچ لاي تتكسو يتايال لمثالي الله سبحانه وتعالى مريم من سيعناغرات من الهلال فكلي واشربي وقري عينا فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا نذرت للرحمن صوما صوما مالت ذم مالت عالم الناغر لا راح لا الرحمن لقيتاي من بيالو عارف تسيالو تلالج اذا كان قالو سنايو صوم አይደለም يتفለገው مصومኛ مناቀው مبلات متات عالم مبلات عالم متات ميلو አይደለምنا من ده يتفለገው صومن سيبال كمنناገር ذم مالتن نو بلو اند ماسرجا ايتوال شرعان كن مندنو يتفለገው زيغا رمضان يال سنطراو زيغا يتفለገው مندنو الامساكو يلالو عن المفطرات على وجه مخصوص في زمن مخصوص يلالو مندنو على امساكو على المفطرات اللي يفطر كميتل ماننياوم نجر كله مقوتاب مت في زمن المخصوص بتجدب كيزي جدب كطوات كفجر كولتيا فجر بوالا اسك قرب الشمس مالتنا كذا في زمن المخصوص ووجه المخصوصنا انديت نو متكلكلو ميرو يراسو يونا منالو حقغاتنا يتليي يونا منالو سرعات الله ابن رجب بزي لا ميلالو في فتح الباري لا صوم الصوم يلالو ترك الطعام والشراب والنكاح والاكل والكلام يلالو كلام يتفلقو مندنو ابن رجب اندميلوت صوم مالات ترك الطعام نوالو مبلاتن متطاتن ماقومنو والشراب اندزيو متطات ماقومنو والنكاح نكاح ويم جماعن بغبرسكا جنيت مارجن مكلكلنو والكلام اندزيو متفون غغروچن مكلكلنو صوم مالات بلاو يترجمتال معناتنا ان شاء الله مرحبا مامي زيغا يا ابن الجوزي عند نغغر تزالي ابن الجوزي رحمه الله عليه سيد الخاطر وكذلك تلبيس ابليس ميبالو تلالق مسنداتوچن سنفولن كالفو تلالق مشايخوچ مكاكل عندو ناتشو ابن الجوزي عليه رحمه الله سيد الخاطر بتبال كتاباتشو لا عند ميانسوت ميغرم اغلالص الله يا امته 12 تورات مثل الشهور 12 كامثال ولد يعقوب ان يعقوب 12 رجوج يمثلالو يلالو ابن الجوزي رحمه الله عليه وكما ان يوسف احب الاولاد يعقوب اليه كذلك رمضان احب الشهور الى الله الله يوسف يعقوب زند ك12 تشو يعقوب رجوج يوسف اندتلاقو كله
ያዕቁብ ዘንድ ዩሱፍ እንደተላቀው ሁሉ ረመዳንም ከ12ቱ የዓመቱ ወራቶች ውስጥ አላህ ዘንድ የተላቀ ነው ይላሉ وكما غفر لهم بدعوة واحدة منهم وهو يوسف كذلك يغفر الذنوب 11 شهرا ببركة شهر رمضان بيوسف مجنيت بيوسف دعاء بيوسف استغفار يا يعقوب أسرع عنده شو لجوج إنه تمارو تلو بعمته وراته جست ريا رمضان مجنيت بتشون يا عمته ناسره ولا تفرج ياسمر إلى له إمام ابن الجوزي رحمة الله عليه الزجار رمضان مثله قال صيغة براسوا مثلت أن ترجمالات بعربية ودمناكو رمضان ويمدمو رمضان ميلو قال منبعه ويمدمو مصدره يتجنبت جس رمضان كمل ويمدمو ما قتل كمله يا عربي ناك عليه تجنبه رمضان عربوش ببحالاته وراتوش نميسا يموت بتلمدو بنبرو يا عيرت أبعي لي نبرا ربيع لن أنستان البارلفو بأرنقوها دياما نفاشاما مدرون دال بركاتي نبرا بتنور بالبتور لي ربيع بلو ويمدمو أرنقوها دي بلو سيموت مالتنا وكذلك رمضان لي يعني وراتوش سيسيمو رمضان نبرا بتوقت بتأما ماك يماك قتل سينسلا نبرو رمضان هلو تو يمنا مأكّت عيو نبل بالام ما بلو جلس اسمه لتنو رمضان يدل على معنى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي بحديثاته إننا نجرونه صلاة الدحى سيجلس اسمه لالو صلاة الأوابين حين ترمض الفصال لالو يا أوابو تتملاش وتتأيبو صلاة بلو مالت حين ترم بجمل مك بلوات كما تنياتها بدق ستلنا ورفار لي مسجر سلاتنا بلو رمضان مثلو عن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثاته قلت صوت هالمالتنا إذن رمضان موك أثام ما نوبلنا موك على ورنا ويمدمو موك على لنا الجيغاو الجيغي بتقام مياكات الور ندهونا بعربو جزن بتلمنون نزاب لنا إن إيه ور كان ياغار ويمدمو كرمضان كالو منفسكر انديت زيازة الميلون إن شاء الله كافتاك ويتابوها لان ملا سالن ودنا يتكبرات شو تملكاتو تشاتشن إيانا ساسان من نقنيو يا رمضان من النتنا مقالج أوتشون يدساسن لمن رمضان يالن يكتل نقنيالن كافتاك ويتابوها لان تملسان نقنيالن أبرات شون قويو ودنا يتكبرات تملكاتو تاچن كاف تعرفت بهالا تملس امتنال يا نساسان من نغنيو سلا رمضان من النت الناس فلاغينت بتوسنه ملكو يا نساسان يا رمضان ترغم لاي يقويا نغنيالن كاف تعرفت بفيت سلا رمضان ترغامي يا نساو نبر لرفت يوطانو ازاچ لاي حساباتن نقتلالن رمضان ميلو قال رمضان كميلو يا عربينيا مستر اندمطا تنغاغرنال رمضان مالت هي የማቃጠል የሞቃታማውን የአረቢያ አየር ጸባይ የነበረውን ባህሪ ለመግለጽ አረቦቹ ይጠቀሙበት እንደነበረ ገልጸናል እዚያ ቋንቋ ላይ አረቦቹ የሚያነሱት አንድ የሚገርም ውስጥ ተቻረገኛ አንድ ሐሳብ አለ ኢርተመቱ ሊፉላን ይላሉ በጣም ለአንድ ሰው ያላቸውን ፍቅርና ለአንድ ሰው ያላቸውን በጣም ይሄ ውስጣቸውን የሚያንገበግበውን እንትን ስሜት ለመግለጽ ኢርተመቱ ሊፉላን ቅጥል አደረገኝ በተለምዶ በሐበሻ ጨጓራይን አሳረረኝ እንደምንለው በቃ ይሄ ውስጣቸውን ሲያናደዳቸው ሊሆን ይችላል እንደዛ አይነት አገላለጽም አላቸው አይ ሐዚንቱ ለሁ ማለት ነው አዘንኩኝ በጣም የሚለውን ለመግለጽ ይተቀሙበታል አማ ማን ይርተመደ ከቢዱሁ فقد فسدت ይሄ ውስጡ ይሄ ጨጓራ ያረረም ሲል በቃ ውስጡ ተቃጥሏል ይሄም ውስጡን አመውታል እንደማለት ለመግለጽ ይተቀሙበታል ስለዚህ ከረመዳን ስም ጋር ዑለሞቹ አንድ የሚያያይዙት ሲጋ አለ ስም ያ ረመዳን لانه يحرق الذنوب ይላል በጣም ነው ይገረመኝ ረመዳን በዚህ ስም አቃጣይ ነው ነበልባሉ በጣም ይሄ የሞቃታማነት ስሜቱ የመጣው ይላሉ ከወሩ ባህሪና እኛ ሙስሊሞች ዘንድ ያለውን ቦታ ለመግለጽ ይፈልጉ ያኒ ረመዳን በሱስት እንደዚህ ተብሎ የተሰየመው ከቋንቋ ብቻ አይደለም በሱ ወሩ በሱ በረመዳን ብቻ የአመቱ ወንጀሎች ተቃጥለው ከሰል ስለሚሆኑበትና ወደ አመድነት ስለሚቀየሩ ነው ይላሉ ስለዚህ ረመዳን እንደዚህ ያህል ትልቅ ፈዳይል
ያለው ወር ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ላይ የረመዳንን እንትን ትልቁን ትርጉሙን አይተናል ሰሃቦች ዘንድ ረሱላህ ሰለላም እንዴት ያነሳሳቸው እንደነበረ በተወሰነ መልኩ ለማየት ሞክረናል ረመዳን ከኛ በፊት የጾም ባህሪያቶች እንዴት ነበሩ ረመዳን ከመደንገጉ በፊት በዘመነ ጃሂልያ ጾምና ከረመዳን ጋር የተያዙ የረመዳን የተሽሪዕ ህግጋቶች እንዴት ወደዚህ ተዘነበሉ የሚለውን በተወሰነ መልኩ ነው خير انقدي رمضان يكون ترغاميو صوم كم رمضانم صوم كم ميلو ترغم ولاتم لبنكاكات موكرال صوم مكلكل نو مزوم نو مراب نو رمضانم مكادل نو ويم دغمو مكادر سيبال جست كبوزو نغر شاوان يمغ فلاغوتن بوزو نغرهن متوبت مالت نو بميل جست لمداس موكرال سلازي الله سبحانه وتعالى هو لهم لباروچو يدنغغو دنكاغي نو كما كتب على الذين من قبلكم من يلالو روا عن الائمه والفقهاء من تزغبوا يلالو لما جمر غزي رمضان يصبوا ابو الانبياء يهونو نبياتنا ادم ناتش يلالو نبياتنا ادم عليه السلام اي الله سبحانه وتعالى ياتين ستت كفصم بحالا الله سبحانه وتعالى اندي مراچو الله سبحانه وتعالى عفو يكر اندي لاچو يصوموا نبر يلالو سو مجمريا ከነቢያችን አደም ጀምሮ ጾም እንደነበረ ያሳያል ሁሉም ነቢያት ጾም እንደነበሩ ሁላችንም የዳውድ ጾም ምን አይነት እንደሆነ ሁላችንም እናቀው ነገር ነውና ነጅዱስያም في አዲያን السماويه الثلاثه በሶስቱም ሰማያዊ ሃይማኖት የሚባሉ አስላቸው ከአላህ ስብሐት ላይ መጡ በኋላ የተበረዙ ሃይማኖቶች ላይም ጾም እንደነበረ ማየት እንችላለን ለምሳሌ የአላህ ስብሐት ላይ ይሄን እንደሌላችን ምንድን ነው ይላሉ ዑለሞች الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لا لذلك كان يابفيت ينبروت من هنا قال انما ناتشو اليهود والنصارى اديان السماو سماويات يلالو فقهاوچنا كزي جاء تيايزو رسول الله صلى الله عليه وسلم هينن حساب لياتناكر ميچل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حديث الله رب كلاتهم نستاوسو قدم النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه واليهود تصوموا عاشوراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ወደ መዲና ሄደው የውዶች አሹራ ሲጾሙ ያገኙአቸዋልና ምን ይላል هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون ይሄ ምን ጾመው ሙሳ አለይሂ ሰላም ከፍርዓውን የበላይነት ያገኘበት ጊዜ እኛም ፈላህ ነጃ ያወጣንበት ጊዜ ነበር ብለው ታሪክ ተጽፏል that means የውዶች ሲጾሙ እንደነበር ከኛ ፍት እንደነበሩም ኡመቶች ሲጾሙ እንደነበር ያሳየናል ለምሳሌ አሁን ጾም እንደ ለይሁድ ስናይ ብዙ ጊዜ ከየሆነ ነገር ሲሳካላቸው ደስ ሲላቸው ወይም አላህ አልተደሰተብንም ተቆጥቶናል ሲሉ እና ሲያስቡ ከሆነ ነገር ጋር ያይዘው የመጾም ልብ ነበራቸው ለምሳሌ ሙሳ አለይሂ ሰላም ነጃህ ሲሆኑ አስቡ ከምን ጋር እንደያዙት ጾመን ከሽኩር ጋር ያይዙታል ማለት በላ ሲሆን ደግሞ ቢታወቅ በላ ሲደርስባቸው እንደዚህ አይነት ጾም ይጾሙ እንደነበር መዛግብቶች ያስረዳሉ ስለዚህ ምን بعد الاعياد ያይዙታል ከበዓሎች ጋር አያይዞም የመጾም ነገራቶች ይኖራሉ ንሻይ مرحبا እዚህ ጋር ኢማም الطبري ትልቅ مفسر ናቸው وابن العربي ጀምሮ አንድ የሚያነሱት የሚገርም ሐሳብ አለ ان النصارى فرض عليهم الصيام ይላሉ ጾም በነሳራዎች ወይም ደግሞ ክርስቲያኖች ላይ ተደነገገባቸውና وكتب عليهم الا ياكلوا بعد النوم ከእንቅልፍ በኋላ እንዳይመገቡ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንትን ጻፈባቸው እንዳይመገቡ ደነገገባቸው ወላ ينكحوا النساء ከዛ በኋላ በጾማቸው ጊዜ ከሴቶቻቸው ጋር ግንኙነት እንዳያደርጉም ከለከላቸው واختلف عليهم الزمن غزياتوچ واختلف عليهم الزمن غزياتوچ تلاييا كذا كتشريع بهالا غزياتوچ سيغوازو فكان ياتي في الحر يصوماچو غزي بتام موقاتاما بهونه غزي سيكست وفي البرد ويم دمو بقزقازي سيقر اشتد عليه ايه ايه غدايك تشريعو بتام سيكبداچو غزي فرتاو برايهم كذا بهالا የራሳቸውን አስተሳሰብ ተከተሉና ምን አደረጉት በቃ በራሳቸው ለሚመቻቸው ጊዜ ጾሙን ደነገጉት رمضان አይተህ ሆነ الله سبحانه وتعالى ምን ይላል شهر رمضان الذي انزل فيه القران
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال بهلا وبينات من الهدى والفرقان هي ما ترشى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الله سبحانه وتعالى رمضان ان انت لا بمدنغغو كان انت ميفلغو مغرارات نو كتشريع انصار انكون معناتنو ولا يريد بكم العسر ان تتجننقوا واستعجوا لا يهون نجر انديزاتو عدلم رمضان كان انت بفيت ينبروا سوتش انديصوت ان انت لا مشق ادرغو ان انت غار الدنغغو ميلالو كذا بحالا نصارى من ادرغو ጾሙና በተመቻቸው ጊዜ የጾሙን ጊዜ ካደረጉት በኋላ 50 ቀን አደረጉት የጾሙን ጊዜ ማለት ነው ለምን 20ውን ቀን ጨመራችሁ ተብሎ ሲጠየቁ አይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለአለሁ 30ውን ቀን ጾመን 20ውን ቀን ደግሞ አላህ ተሽሪዑን እኛ ስለደነገግ ነው እኛ ደግሞ ማካካሻቱ ሆነን ብለን ነው ይላሉ ማለት ነው ስለዚህ كجاهل بزمن جاهليه የነበረው የጾም ስርዓት ከረመዳን መደንገግ በፊት የነበረው የጾም ባህሪ يهونه مشقى ينبروا الله سبحانه وتعالى كما تعرف هي راساتشو بفلاغوتاچو هي يدرجلن سينو نبر الله سبحانه وتعالى يعني دنقاق يدرجلاچو برسول صلى الله عليه وسلم امه لا يغن سنمتا رمضان يمغراراتنا يقلت غزي رمضان عند وقت لا يدرلم اندمتاقو ب 36 عاماتاتوچ است رمضان زورو عامتون يغتما አሁን ለምሳሌ ዚሲር ምን ጾመው ሚያዝያ ላይ ወይም ደግሞ የካቲት መጋቢት ሚያዝያ ላይ ከሆነ የዛሬ 36 አመት ዞሮ እና በእነዚህ መሽከርከሮች ውስጥ ለአንዱ በጋ ሆነ ለሌላ ቦታ ላይ ክረምት ይሆናል ለአንዱ ክረምት ይሆነ ለሌላ ቦታ ላይ በጋ ይሆናል አላህ ዩስርን ስለፈለገ መግራራትን ለ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም উম্মা ስለፈለገው ነው ይላሉ ስለዚህ እዚ ላይ ምን አልባት አሁን ከሐሳበጋ الله سبحانه وتعالى صومن جست كهم كنيا بفيت ينبروتهم حزبوت اندرنكغلاچو منم انكو عالم يعني الذين امنوا تخشع قلوبهم لذكر الله يالا فطال عليهم الامر فقست قلوبهم يالا يالتدنكغباچون اراديس نغراتوج براساچو يچمرو يتبرزه يتبرزه يتلا كسماويات بهونه كهونه وحي وقتو وليلا مسمر بيغبام كن مياساين مندنو فاناو صوم لامه محمد بتا يتدنكغ اندال هونا ያሳየናል ከዛ ግን የይሁዶች ከይሁዶች ግን የነሳራዎች በጣም የሚለየው ነገር ይሄ ጾም የሚጾሙት ለእንት ነው ለሩሂ ለነፍሳቸውን እንት ለማድረግ ተርቢያ ለማድረግ ነው በጣም የሚገርሙ ነሳራዎች በዚህ ይለያሉ ለምሳሌ ባህታውያን እየተባለ ለሶስት ቀን በትካታ ይጾማሉ ነፍሳቸውን ይቀጣሉ የሚያፈጥሩት እንኳን በቆሎና እንደዚህ በጣም ዝግባ በማይባል ምግብ አይነት ነገር ነው የሚያፈጥሩት ይሄ አስላቸው ለምንድን ነው ይሄ ነፍሳቸውን በጣም ወደ ዙህድ ለማቅረብ ወደ አላህ ለማቅረብ አስቡ በጣም ብዙ ነገር ያደርጉ ነበር እስኪ አሁን አላህ Subhanahu Ta'ala እነዚህን አዲያኖች ተሽሪዓ አድርጓል ብለናል ሶ ከዚህ አንፃር ሙስሊሞችስ እንዴት ነው ወደኛ ሲመጣ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲላኩ እንዴት ነበር የሚለውን እስኪ እናንሳ ለምሳሌ አላህ Subhanahu Ta'ala كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون የሚለው አያት ከመውረዱ በፊት ሙስሊሞች ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይጾሙ ነበር እንዴት ነው የሚለው እስኪ ትንሽ እናነሳሳ እዚ ጋር ከረመዳን መደንገግ በፊት እንደ ግዴታ የጾም ጊዜ ተደርጎ የሚወሰደው ጾሙ አሹራ ነው ተገማብተናል ጾሙ አሹራ ነው ያቺን ቀን ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደ ግዴታ አንዷን ቀን ይጾማት ነበር ረመዳን ግን እንደ ድንጋጌና እንደ ፈርድ የተደነገገው ሻዕባን ወር በሁለተኛው ዓመተ ሂጅራ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መዲና ከተሰደዱ በኋላ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ዓመተ ሂጅራ ላይ የተከሰቱትን ክስተቶች ካስተዋልን ከረመዳን ጋር ያላቸውን ግንኙነት ለማየት ይረዳናል። ተግባብተናል? ለምሳሌ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሁለተኛው ዓመተ ሂጅራ በመዲና ከሄዱ በኋላ መጀመሪያ የሆነው ነገር ቂብላ ተቀየረ። تحول يادرغه نو معناتنو الله سبحانه وتعالى سوره البقره لا ينو يقبلون مكير يا لانك قبلة ترضاها لرجم جزياتكو رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيت المقدس الله كظالموت جنص ايوطاتنا كعقص كبيت المقدس ودا مكه راس يا سنتر اوف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كتما لاي ودذا الله سبحانه وتعالى قبراون شيفت اندي ادرغو بزو غزي يمنيو نبر معناتنو يي هيهونو بهولتنيو عامته هجرا لاي نو معناتنو رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينه كغبوا بهالا كذا زكاه الفطر
تدنك جمالتهم ليلا زكاة تدنك شروعات النزيه وانوانا ميبالو وانوانا وانوانا تشريعات بزاك زي صلاة العيد بزاك كان نزيه اللوغار رمضان دمو محل لا يمتو كتشعلا مالتهم من يسا ينال الزيقار مرادات يالبن يا رمضان كتشريع انصار انكوان يتدنك جبت جيزي انكوان ማህበር እንደምታቀው ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መዲና ከተሰደዱ በኋላ የራሳቸውን ሀገረ መንግስት እየመሰረቱ ነው እየተጓዙ የነበረው ሀገረ መንግስት እየመሰረቱ በሚጓዙበት ጊዜ ራሳቸውን ካልቸር የራሳቸውንም ካልቸር በደንብ አሁን ዘካን ከስናየው ኢኮኖሚክ ካልቸር ነው ኢስላሚክ ኢኮኖሚክ ካልቸር ነው የቂብላን መቀየር ስናየው አይሁዶችም ክርስቲያኖችም ቤተል መቅዲስን ያቆት ነበር ኖ የናንተ ካልቸር ወደዚህ ነው ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala كعبان سينترو في مسلم وشقيب لا درجات مالتنا كذا بنزي هلو ما هكل دمو رمضان أديس بهل يزوم التع محبة رسابوس يمن بهل سؤمن اند أديس محبة رسابو كم يهكو محبة رسابو كلمة دو اليهود والنصارى كلمة دوت يسؤم بهاري بتل يملكو رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان بمي بالور عربوش بتعم بتل يملكو بمي يوتور قدمن دالنو أكاد عينو حرنو بلو بمي جلس وتور رمضان نعمتتو كتش أدرجو مالتنا كمت كرمضان تشريع كتدرج بتور ما نسأر إنكم يمي جرم بوتها بعربوش إنه مسلم وجزن يعلو بوتها كفتين يا نوالتنا تفضل الزلاجنا ده مي جرمين قال الله تعليم الرباني يمتايبة مالتنا الله سبحانه وتعالى ما من يوم تنكاجيوش من عرقم باند جزينه عار لما ميجن به تعليم الرباني تلي يراسيونه طريقة لو مي جرم لزانو بك يا الله سبحانه وتعالى بدنا كاتو ما نجوم نقرأ القرآن بان تكذب أو بيار رب جملة واحدة جملة واحدة بيهون نأكلش أن كاتو عندنا بره زبون نأكلهما قبل كيبلون عندنا بره أسرع مت مولو ستايتشو عندنا بره وانتن ماش أنكوا جستوحيدنا لباتشون قول الله الله جاي مستازر نقرنا بره أنا كذي هانصار من يالو علوموش من يالو لسومي في الإسلامي مراحل تشريعية من قبل أن يفرض يالو واجب كمهون وفيت مراحل وتشالو تلالو استيبو تشالو واجب كمهون وفيت لمهونو كذا وفيت اندي لما مبروت الله يرزقبت زري نبرو يلالو علموت هيم كمن جاي تيازنو كتعليم الرباني تعليم الاحكام شيئا فشيئا مالت حكموتين قاس يارغو اند 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 يارغو ورا النسو اندي سرت يمالامتنا اندي سرت يمادر سنة الهال تاكل خمر كلكل بس منجر سنة مالت عندك أربوت منام بلوكال كمالته بفيت صلاة تقربوا له كذا خبيث نو نجاسة نو عيتك مكاربوا له راقوت على مجرش عليه كذا يال ما مر سيامهم لزانو رسول الله صلى الله عليه وسلم even يسأله منبر كأنتم بفيت قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي كنبي نتن كما بسارة شو بفيت رمضان لي اكأجون سنك أجون انسبسبو ይሄ ናዛንት ያረጉ ነበር ይላሉና ይሄ የሚያሳየው ምንድነው ሶስት መራህሎች አሉት ይላሉ ሲለ መራህቱ الاول አያሙ ማዕዱዳት ብሎ الله سبحانه وتعالى የገለጸው ማለት ነው في آيات احكام رمضان አያሙ ማዕዱዳት ምንድናቸው ይላሉ اثنين والخمس ይሄ ሰኞና ሐሙስ ምን ላቸው ሊሆን ይሆናሉ ይላሉ አንዳንድ ዑለሞች ደግሞ በወር ሶስት ጊዜ ሲጾሙ የነበሩት ናቸው ይላሉ ايام البيض النمل እነዚህን ጀረቃም ሆነ متታይባቸውን ጊዜ ነው ወቂለ هي نفس الشهر 30 ቀኑም رمضان ነው ሲጾሙ የነበሩትም ያሉ ዑለሞች አሉ ከዚህ አንፃር ምንድነው የነበረው كان تخيرا ነው مرحله ثانيه ላይ يعني ايام معدودات يصوموا ነበር ሶስት ቀን ምናምን እንደዚህ በወር አልፎ አልፎ ግን كان تخيرا ደግሞ በሁለተኛ مرحله ላይ ምርጫ الله ምን ይላል وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين لال كذا بتيازا من لالو لم يكن الصوم واجبا على كل مكلف في فرض عين وانما كانت هناك رخصه نبرت لالو قديت على نبرم يفلق سو يفلق سو يصوم يشال انكون على صوم بلو كفلق كن ليان داندو قوم من ديارك نو يتازازو فدية عندك صدقه مسكينوچن ندابلا يتازاز نبر حتى نسخت يچن ايات كن بمن تنسخش فمن شهد منكم الشهر فليصوم مثل ايات كما متى بفيت اسكت متى درس باختيارنا بمرجع يصوموا نبره معناته سبحان الله كذا يچن ايات متاش رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصوم بلو
ወደ ጾም የገቡበት ሁኔታ ማየት እንችላለን ማለት ነው ኢንሻአላህ ውድነይ ተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ያነሳሳን የምንገኘው የረመዳንን ትርጓሜና ረመዳን በእስልምና ያለውን ቦታ በሰፊው እየተመለከተን እንገኛለን ካፍታረፍት በኋላ ሐሳባችንን ተቀበላለን አብራችሁን ቆዩ ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ካፍታረፍት በኋላ ተመልሰን መተናል ያነሳሳን የምንገኘው ረመዳን እንዴት ወይም ደግሞ ረመዳን ለምን የሚለውን ሐሳብ ያፍታታን እንገኛለን ካፍታረፍት በፊት ከወንድም መሐመድ ሐያት ሐሳቦችን ያሸገረልን ነበር ማሜ ካፍታረፍት በፊት የረመዳን ተሽሪዕ ህግጋትና ደረጃዎቹን ያያየን ነበር አህለን አላህ እንግዲህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በእኛ ላይ ረመዳን ግዴታ ያረገበትን ስቴፖች መጀመሪያ በእክትያር በመርጫችን ከፈለግን ሰደቃ ካልሆነ ጾሙ ይያለ ከዛ ረመዳን ግዴታ ነው ወር ሙሉ መጾም ለማንኛውም ሙከለፍ የሆነ ሰው ግዴታ ነው ወደሚል ተሽሪዕ መጣ ለዚህም ደሊሎች አሉ من الكتاب والسنة አሁን ለምሳሌ አወለን ደላለቱ ፈርዱ ሲያም فيل كتاب سناي بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون በእናንተ ላይ ጾምን ተደነገገ ምን እንደሆነ ካሁን በፊት የነበሩት ኡማዎች እንደ ተደነገገባቸው ሁሉ በእናንተም ላይ ተደነገገ ለምን አላህን ትፈሩት ዘንድ በሚል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ في آية الأحكام الصيام يعني سؤال በኢላያትም አላህ ምን ይላል فمن شهد منكم الشهر فليصم ይሄንን ወር ያጋጠመው ይጾመው just አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ማያጋጥማቸው ሰዎች እንዳሉ ሆነው በሞትም በተለያየ መንገድ ግን አሴ ቻንስ አላህ ተዓላ ቻንስ ሰጥቶን ግን ረመዳን ላይ ህይወት ንሮን ሐይ ሆነን ሙከለፍ ከሆነና ለመጾም ምንችል ሰዎች ከሆነን ምንድነው ማለት ነው ፈመን ሻሂደ ሚንኩም ሸህራ ፈሊሱም ሚል ማዳግም የሆነ ተዛዝ አውርዷል ማለት ነው አላህ ሶ ከዛ በኋላ ሱሐቦች በእክትያር ማደለም ሲጾመርበት ቀጥታ ትክክለኛ የረመዳን 30 ቀንን ረመዳን እንደ ዋጅብ አድርገው ይጾም ጀመረ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን የሚገልጽ ቁርአን ላይ سورة البقرة احكاموچ اوردوال انزي احكاموچ لاي لمثالي كمچس كمچناو وقتن يايلنال گديتا مهونن ياساينال رخصاو لنما نو رخصا ميهونو اي مسافر يهونس يهونسو وين بشتنيا يهونسو مزوم گديتاو اندال هون ياساينال انزي نزي نگراتوچن ليدنگگ ميچيل ايات اورده كزا بهالا گديتا اندتو ثابت هونا مالت كسنن انصارم سناي رسول الله صلى الله عليه وسلم صام رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان 9 سنين لالو امام النووي بزغبوت حديث لا النبي صلى الله عليه وسلم بدمي لكاچو يصومت متي نو من ياكلو 9 عامت نو انغدي بهولتنياو عامت الهجره انا يتدنغغوا عللو سلازي ساچو يموتوبت مندنو ووفي في شهر ربيع الاول سنه 11 من الهجره 11ኛው የሂጅራ ኳተር ነው የሞቱት በሁለተኛው እንትን የሆነው 69 ወር እንደጾሙ ኢማሙ ነዊ በ እንደዘገቡት ያሳየናል ቃል ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቡኒል ኢስላሙ አላ ኸምስ ሸሃደቱ አላ ኢላሀ ኢላላህ ወአነ ሙሐመዱ ረሱላህ ወኢቃሙ ሶላት ወኢታኡ ዘካት ወሲያ ወሶሙ ረመዳን ኢላል ስለዚህ እስልምና እንደ እስላም እንዲቆም ካደረጉት ማዕዘናት አንዱ ሆኖ ተደንግጓል ይሄ ሐዲስ ይሄን ያሳየናል ማን ሳመ ረመዳን ኢማናን ወህቲሳባን غفر له ما تقدم من ذنبه صومن رمضان امنوبت كالله سبحانه وتعالى من دان كجلوبت يصوم سو يقدم وانجلوچون من يهنال يمارلتال يلالو من لم يصوم رمضان فلا يكون له من الله عذرنا رمضان ما يصوم يچالا بشتيا سايون وي منغرى يا سايون رمضان زم بلا يسالفه سو الله زند من ما يتعذر يلهم يلالو صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي من الحديثات بعض الحديثات ياسايونال ذات مينز رمضان لمانኛው مكلف يونه مسلم سو مندنو معناتنا جديتا نو معناتنا اسكي اخي الحبيب اسكي سلا رمضان بين شعبان والشوال نو ميكينيا حكمه مندنو اسكي مامي زي غير رمضان اندمتاقو 90ኛው የአረብኛ ወይም ደግሞ የሂጅራ አቆጣጥር ላይ የሚገኝ ወር ነው ከሱ በፊት ሸዓባን የሚባል ወር አለ
ከሱ በኋላ ደግሞ ሸዋል የሚባል ወር አለ ማለት ነው። በዚህ መሃል ነው ረመዳን መጥቶ ቁጭ ያለው ማለት ነው። ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሸዓባን ሲገባ አብዝተው ይጾሙት ነበር ሸዓባንን ማለት ነው። ከዛ وقد جاء ذلك في الحديث أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أراك تصوم من شهر من الشهور قالت كأمة ورات وشست أبزته عند شعبان متصومه وري اللم لمن دنو بلو تتأيقو ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان برجبنا برمضان مكاكل مجن ورنو أبزانيو تسووش بزاور لا يزنا قبتل وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين يه يا شعبان ور الله سبحانه وتعالى يا أمتون سراوه تشاتشنن ودلاي ودسو زند لأودي تمياوت عبت كيزينو وأحبو أن يرفع عملي وأنا صائم صلى الله عليه وسلم. أني سرائي عليه حفظ الله صلى الله عليه وسلم أني سرائي ودى الله زند سؤمن ياهن ينديك أرب اللي يفلق اللو لزانو بشعبان ور سؤمن ما بزويل اللو شعبان أوديت يا أمتو يسرا أودي تشن الله سبحانه وتعالى زند يميك أرب بات ورنو بلنا يا عمتو يسرا وديتاچن الله زند ميك ارببت ور كذا بوحالا كسو قتلوا ياللو ور مندنو رمضان نو مالتلو يا عمتو يسرا وديتاچن ميك ارببت ور لاي تقصيراتوچ ينوربنال عمت لا يطفاناچو طفاتوچ كسو غار يتطالانبت ور غيزياتوچ لينورو يچلالو كذا انزان اوديتوچ كسران بوحالا قطاي ايميديتلي ميمطاو رمضان تغبابتنا رمضان سيمتا باديس جو معناتنو اديس هونن باديس منفس باديس يا يا عباده ادل انها دمو فرصاوچو دمو من عينت فرصاوچ بتام يتنبابرو يهونو رم يا فرصاوچ رمضانن مصوم براسو فرصانو يانداندو يا رمضان است ميدرغو عباداوچ دمو باطف بسبع اطف ميبازو فرض تغباراتوچ حالو تلاوه القران الله بزو يا يا عباده باكيجوچن يازا ور كشعبان ور قتلوا يبطال معناتو ميغرم بغن ازي راه قدام هون شعبان يا اوديت كيزي نو يالكوا تايزو عندي هنا راجح ادلم حديثو ويم بزعرو موت على هدوبت بيونم كن يونه ميورى حديث الله رمضان يا ورات المجمره نو ميل روايه الله يونه ما حديثو دالكو انتن ادلم تنكار ادلم ويم دمو ابزاني عرو موت هدوبت حديث ادلم ግን ይሆነ የሚያሳይህ ነገር ምንድነው አስበው ማንኛውም ነገር ኦዲት ተደረገ ባዲስ መንፈስ አላህ Subhanahu Ta'ala አንዞ ረህማውን ሁሉም ነገር አስፈኖ አፍሶብ ብዙ ትሬን አድርጎ ምናምን አዲስ ምዕራፍ እንጀምርበት ነው ከሚለው ጋር በደንብ የሚያያዝ ሆነብኝና እዚህ ጋር አላህ Subhanahu Ta'ala ወሚን ረህመቲሂ የረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም উম্মা እድሜያችን በጣም አጭር ነው አ አዕማሩ উম্মቲ بين 60 و 70 يا امتوچيكو ادمي ابزانيوچو ك 60 اسك 70 يبالو ادمي وستني يالوت يلالو اچرلو ما بتام اچر نو نغيرن الله سبحانه وتعالى لذيچ امه دمو ليلولوچ امم كنيا بفيت لنبروت امموچ يالسطون بتنش سرا بزو من دام ياسغنو ادلوچن سطن الاتاوي ادلوچ يالوت سامنتاوي الاتاوي ادلوچاچن صلاه الجمعان خمس اوقات صلاه በነዛ መካከል በይነ ሰላተይን ያሉ ወንጀሎች እየተማሩልን ማለት ነው። ከዛ ጁማዓ እስከ ጁማዓ ያሉት ሳምንታዊ ይድል ነው አመታዊ ይድል ነው ረመዳን አለ ማለት ነው። ተግባብተናል። ይህ ረመዳን ምን ከሸዓባን እንደምናቀው ወንጀላት ወንጀሎቻችን ኦዲት ተደርገው ኸይር ስራዎቻችንን ተሳስበን ወደ ረመዳን እንገባለን። በረመዳን ጀው ውስጥ ደግሞ ራሳችንን አንጸን ራሳችንን አስተካክለን ተቋዋችንን በቀደም እንዳነሳሳ ነው ከአላህ ጋር ያለንን ያአላህን ፍራቻ አስተካክለን ወደ ረመዳን እንገባለን። ከረመዳን ቀጥሎ ያሉት ወራቶች ደግሞ አሽሩል ሁሩም የሐጅ ወቅቶች ናቸው። ሸዋል ዙልቂዕዳ ذو الحجه يا حج وقتوش ناتشو معناتنو رمضان يا زون جو يزو ود من يوسدنال ود شوال ود حج من يوسدنال ود ليلوتش عباداوت ود ليلوتش عباداوت حج ود تلكو يا عند يا اسلام مسوسو ميبالو حج ود حج يوسدنال معناتنو. لذلك حج براسو دمو
عند سو بأدميلك عند جزي حج عندي أدرج لا ولا قد يتانو يشال سو ما لتنا ما نستطاعنه لنا ثلاثي رمضان إهن زيم محل لا يمجني تو كافي لا فيتو يا أوديت جزي الله قط أودامو يسولج بأمت بأدميلكو عند جزي لا أدرج ومي جباو يا عبادة من فصل لما الله الزجار راسون يسولج تساسبو على ما كفاو جباي وتشن دي ساتف على ما كف حج ندم التاكو يا عالم هز بتسبسبونو عرفة ترارا لا الله سبحانه وتعالى عبيت عبيت مي لبت وقت مالتهم الزامن فصل لا ندي جبا كزيه راسون الناس عندي جواز بمن الناس على personality بمن الناس على رمضان لا يقبل مالتهم راسون شعبان لا مجمع عند تلك علي من دارت ما أذنوا رجب من دنو يا مزرعة وقتنا ويلالو شعبان يمن وقتنا يا ما هتأجى وقتنا رمضان من دنو منك أتفبتنا يه شهر ولا حصادنا ونا من يزرانون منك أتفبتنا سلزي رمضان الزيمة هالمجنيته تلك حكمة له مالتنا نعم سو صومي هنا كل الله سبحانه وتعالى بيني على كتير هذا سيرجعوا لمن دينه فضائله من بينورونه رمضان بي من بينه ولا ستاسب يوم جم مراو الناس اللي كنا غير عند فضائله اللي سايين ميتشل لالو فرض مهونه لالو الله سبحانه وتعالى من لال والتقرب إلى ما تقرب عبدي بشيء إلا بيفترضه إلى الله أو كما قال عند باري الله اللي كربه ميشروا بمندنه قدي تبارك الله قدي تبارك رجبت انت كبار بمفسر بمفسمونه سو عند رمضان تيتا مهون وراسو تالاك انتو ياسا يالي لالو رمضان تلك مهونون ما يتنشر على نيلا الليلة أصوم عبادة يثاب الصائم عليها ويكتب الله له بها جزاء وفير الله سبحانه وتعالى بتقام داغوس يالي هنا من دامي ساتبت يهونا صومنا يهونا عبادنا إيه صوم في حادث الكرسي لاي رسول الله صلى الله عليه وسلم سينقروا عن ربه كل عمل ابن آدم يضاعف في لالو يا آدم ليج ما من يوم ماين السرا من يهونا لالو يطفي يهونا بدم تباستو يسات أول لالو بمن يأكل الحسنة بعشر أمثالها عند أجر بس رتف هونو يتباز زالته هدال اسكامن إلى سبعمائة أضعف اسكا سبات متو اتفد رس هون أصبو لما نيوم سرانه ما نيوم سران عند سوكا سر أصر إخلاص ودام كفكارم اسكا ميشيونا اسكا سبات متو اتفد رس تبازوري ستيه جلال إلا الصوم إلال الله سبحانه وتعالى في حديث القدس سو مجن دزاير اللام هنا وكم تام سكاسات مزوج عند نجار سكاسات متو تزأتون عم تبلل تجرم تجلال جنس ومن دزار اللام فإنه لي وأنا عجزبي هي كوي تسمع له لاني نو لمن لاني سبال نو ليلا وقول ليلا لا سوار اللام زي قالوا مش مني لالو يجين لما رتي تفلقو فإنه لي على بس فإنه لا يدخل فيه الرياء حج سرا صوم صايمين صلاة السجنامن رياء لي جواب بتشلال يو لي مالتنا بكا سووتش دس بكا أيات أمك كون عايمين يسجد كونو حج يارجك كونو صدق أيات أقول تبال تشلال عندي رول لي مالت ياس كيرا لتل تشلال يجينيال صوم كن ديت كسووتش كوت أقول له سووتش ماي بزوجي كوت على فاله سلزي عند ماي عند عند الله بيشانو على بلهم تاسو سلزي ليني نو يالي على علاو ينو يلالو ريزونو لاني نو أنا ندري له على يوم صوب لاني نو مساتهم منيني أجرهم أن ما يكون ملال الله سبحانه وتعالى مكياته ملال عندهم أسكتلو يدعو شهوته وشرابه من أجلي بقى هي سبابي في اللاقوتهم بمولو لنسيل يتوالنا أنا نيم من الدعو ملال أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخاري بزقه وتحديثه كأبو هريرة هذا حديث من ملال الصيام جنة صوم غاشانو ملال إهن سفو سورة الله مش غاشانو كم من دنو غاشان ميونا من النار نو بلو يتروكو متال الصيام جنة فلا يرفث زاك رفث إلا زازاتانا قريلا ولا يجهل زم ما يهون نقر
يونا يا جهلنا نقرأ يدرك بتم زاوست وإني مرؤون قاتله أو شاتمه عند سو مقام مأتو ثمن يهونا ولد مأتو بيسار بهم قان وين دمو بقى أنت لما ما تاتم قبي مات من برالو فقل إني صائم هني ثمن يانين بل عندهم ولد كذي بل لا تعلم والذي نفسي بيدي يا نفسي بجبهونه شو كيتا من اللوال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الصيام للصيام لي وأنا أجزي به بمن بأبو هريرة يتسكب حارسم ما يتنشر لنا صوم فضائل كف يعلمهون يمجمرا واجب هون يا سينا لورتنيا بزلا يتسطو مندا كفتنيا مهونم يا صوم تعلق فضائلنا تعلق درجه اندالو مياساينا منالبات ليلوچم فضائلو شنرال ان شاء الله يا نساساناچو ان شاء الله مامي جزاك الله خيرا ودنا يتكبراچو تملكاچاچن يا نساسان مننگنيو صومنا كصوم غار يتيازو گدايوچن رمضان لمن رمضان إنيا زندي على بوتا من مهنا من ممسلا على بتبلن كترك رمضان ترقامي كرمضان أسفل لاجنت رمضان إندي تاينت بوتا إنيا قارينو روزند يالو تنقدرش لما داسس كديتا يا رمضان ترقم باوك على بننا كرمضان ترقامي جمرنا رمضان يتدنا جعبتن وقت كرمضان يتدنا جعبتن علامنا يمياس كرمضان قريت عزو رأسا قدرتشني يا ناس أصلاً قوي تعرف جنبر كاري حسابوتشن وميكتلو سامنت بالله فكر إن ناس أصلاً أبراشون سلنا براشو كلب بنامس أجنالن كبروغرامو قار أبراشو كويينو وند محمد حياة عبد الشكورنا أني عدنا الرحمة ونبركن إسك سامنت شرف كويون